اكتر موقف محرج حصل لك من معجبه ليك معجبينك يعني؟ لا ما فيش، انا ما اعتبرهاش موقف محرجه خالص، كل الناس بتحبنا بادب وبعتبرش في كلمه بيقولها دايما مجنونه مش عارف، مفيش حد مجنون، مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها الناس بتحب من قلبها، والناس دي لازم نحترمها وتشال فوق الراس ولا اي حاجه تحصل، وكل واحد بفطرته اللي هو عايز يعمله، دي محبه دي ما تقدرش تعملها ستوب او تشمئز منها او توصفها بالجنون، لما واحد يصف الحاجات دي بالجنون ده هو اللي مجنون، فبتحمد ربنا حد بيحبك وبيعشقك. طب وايه رايك في الناس اللي بتقول لا دول مأجرين ناس يهيصوا ويعملوا ويحبوا؟ والله ما اعرف، والله قولوا لي فين الطريق عشان نأجر. مش محتاج يعني، الحمد لله. السوشيال ميديا معاك اخبارها ايه؟ بمشي على الكاركتر بتاعنا، البديهيات شويه، طريقتنا، اصل السوشيال ميديا دي لازم تتعامل معاها بخف الدم، لو اتعاملت معاها وهتتعامل بالجد لازم يبقى فيه سطر دم خفيف. لازم تاخد بالك قوي. لا السوشيال ميديا ما تاخدش بالك، لو خدت بالك او تاخد بالك على الحاجات اللي هتقولها من لسانك تجرح بيها الناس، تكسر على الكومنتات. لكن انا عمري في حياتي ما كنت ليا سكك تانية، انا السوشيال ميديا لحماده هلال بس مش لحد تاني، ولما لشغلك لحاجتك، لكن مش تركز ان انت ممكن الادمن اللي عندك ممكن يضيعك. صح دي حقيقة بتحصل كتير مع ناس كتير، فدي بتبقى ربنا يكرمك بأدمن يبقى كويس معاك، لأن أنا بصراحة ما بشتغلش ناس، أنا كل اللي بشتغله بإيديا، مفيش غير حاجات أكون محتاجة أقول للأدمن عندي ظبط الحاجة واعمل مش عارف إيه. طب أنت بالنسبة لل مش عارف، أنا قفلت الجملة مش عارف إيه، مش فاهم أنا قفلت الجملة جاية بس أنا برضه بس أنا توت أنا توت أه فأنا مش عارف إيه خطفتين لقيتك عملت إيه بالنسبة لل المهم مش عارف إيه أي انت عندك واحد صاحبك اسمه شاعر مش عارف ايه في صديق طفوله كده عندك شاعر هذا ابو يزيد هو هادي ده قدري ايوه هادي ايه بقى قصه هادي في حياتك ده قدر انا بحس ان هادي ده شريك في كل حاجه بتحصل هذا ابو يزيد ده صاحبي واحنا من سن الطفوله وهو السبب اللي خلانا اطلع اغني على مسرح وقعد يمسك رجل الراجل النبطش ده راجل نبطش كده كان متعصب جامد وهو كل شويه يشد وما يعرفوش كله بيغني ده بيغني والراجل ما يعرفوش فالراجل اكل مزيق راح ضرب يا عيني هادي برجل. بالرجل كده وبدا ما رخله في دم وقول له والله بيغني وكل شويه عمال برده الدم وعمال يخبط في رجله وبيحبك قوي الدرجات دي عمل لي انجح اغاني ليا هادي ابو يزيد هادي ابو يزيد عامل لي سبونج بوب مسطول ولا بتطوع يا عيني على الاخوات بتاعت حل بتاعت عيل بتاعت ولي العهد عامل لي عبد الله يا عبد الله بتاعت فائت القدر عامل لي ناس عشتها ارتاحت بتاعت حلم العمر انتوا كنتوا اطفال وهو كان عنده الموهبه دي ولا هو من كتر القعده معاك اتلبس لا عنده الموهبه لا هو ممكن ايوه اكيد من كتر القعده معاك اتلبس بصراحه لان هادي مش من الشعراء اللي تقعد كل شويه تكتب كلمات هو عنده بيكتب فكرته عشان كده بقول لك بيكتب كلام حقيقي بصراحه ايه الموقف اللي مش هتنساهوله غير موقف النبطش؟ مفيش موقف مش هنساهوله. لا يعني موقف يضحك، يعني موقف ينفع نحكيه. أول موقف ده أكتر من المواقف اللي تموتني من الضحك دي. وأنت كنت واقف وشايفه عمال يتضرب ودمه ويا عيني برضه بقول للراجل اطلع وأنا بقى بغني بقى فرحان بيا وكله دم نازل عمال يعمل لي كده عارف أنت الدم كنت وأنت صغير كده كنت مين المطربين بتحبه أو بالنسبة لك وأنت طفل 9 سنين ده؟ عدوية بحب أسمع عدوية طبعا عبد الحليم كنت من عشاق بقى الاغاني اللي هي فيها نعم يا حبيبي نعم ولا مش عارف ايه محمد فؤاد الاغاني بقى اللي عارف ان واحد تاني حصلت حاجه في حفله محمد فؤاد قبل كده لما نطيت من فوق السوق يا حميد الشاعري كانت لا كنت معاهم لا قبل ما تغني كنت رايح حفله محمد فؤاد وما عرفتش تدخل نطينا له كانت في كانت في نادي الشمس لا في حاجه تانيه حفله كانت في اللهم صل وسلم كانت في العيد ونطينا البتاع ده اتقفشنا وحاجه غريبه يعني احساسك ايه بعد السنين دي كلها لما بقيت المطربين اللي انت كنت بتحبهم دول بقوا بيحبوك وعارفينك وصديقهم وبيسمعوا لك يعني انا فاكر عملنا قبل كده حلقه انت وعدويه قد ايه عدويه كان مبسوط بيك ومتابع اغانيك وحافظ اللي انت بتقوله بالظبط احساسك بيبقى ايه بقى؟ لا احساس عظيم يعني بصراحه
الاحساس كان بالنسبه لي يعني بتفرح بتوفيق ربنا و وان ربنا قرب لك المسافات يعني. يعني كنت بتفرح وكنت في يوم من الايام متخيل انك هتبقى على صف واحد او قريب من كان عندك حلم وممكن تعيش ممكن اكون اروح بيتي حاسس ان انا واحد منهم وحاسس قاعد في المكان اللي انا نفسي اقعد فيه وراكب عربيه في الشارع بس انا مش راكب عربيه وتحلم الحلم بجد وخلي نيتك تبقى تمام جدا ان انت تبقى سبب لسعاده غيرك فربنا يحقق لك الحلم اللي انت نفسك فيه. تقول ايه بقى للشباب اللي طالعه عايزين كلمه من فنانين زيك كده تشجعهم تضيف لهم تحسسهم بالامل؟ لا هو الامل بتاع ربنا سبحانه وتعالى ولازم يبقى عنده الامل وان حلمه يبقى مركز فيه قوي. تمام. ولازم يبقى مركز فيه ولو هو مش عايشه يبقى عنده مشكله. يعني يعيش ان هو اكنه ناجح وموهوب بالظبط ويعيشه تماما بس يخلي جواه نيه مهمه جدا ان في ناس تقول لك انا عايز انجح عشان اللي ضايقني ده بقى اعرف ادوس عليه. ده ناوي شر ومش عارف مين وابعد عن الناس اللي تعباني في البيت رب اول ما انجح كده ابعد عنهم بقى ولا اشوف وشهم تاني. يا ساتر يا رب. خلي نيتك الاولانيه ان انت خير طبعا اللي انت تسعد دول قبل ما تسعد نفسك. صح طبعا. واللي بيضايقك تعرفه ان ربنا كريم وهيكرمني بس انا مش هدوس عليك لا انا ان شاء الله ربنا يكرم. لو حط جواه النيه دي وساعة تمام وحياة ربنا يحقق له كل الاحلام اللي هو بيتمناها.